يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهل معناه أن القدر يتغير؟ هذا في الشرائع، هذا في الشرائع السابقة، أن الله ينسخ منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا دائما أصلي السنن الرواتب، وقيل إن الآية في صحف الحفظة ترفعها إلى الله، الله يثبت منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء، صحائف الحفظة. والقول الأول أنها في الشرائع، الشرائع السابقة يوقتها الله بوقت، فإذا انتهى بكل أجل كتاب، إذا انتهى أجلها تنسخ بكتاب آخر وشريعة أخرى حسب مصالح العباد. نعم.